أنا سهيلة بلاشة من الجزائر. أنت هو صديقي، من اليوم نعتبرك أنت صديقي ونحكي لك كل حاجة، أوكي؟ راح نحكي لك كل شيء. أكثر حاجة تقلق أنهم أقرب الناس ليك يبعدوا عنك. والسبب علاش تبدلوا علاش تغيروا عليك مش فاهم. تقدر تفهمني أنت؟ تقدر تفهمني؟ كي نفهم أنا نفهمك، بس حتى ويديروا وش يديروا ما على باليش. علاش؟ مش عارفة، مش عارفة علاه نبقى نحبهم، نبقى نعزهم، نبقى مهتمة بيهم. علاه؟ تقدر تفهمني علاش؟ ليه؟ ليش هما لما يزعلوني أنا بضحك بسرعة، وأنا لما زعلهم ما يسامحوني؟ ليش؟ ليش؟ عارفني على من نحكي؟ عارفة على من راني نحكي؟ يلا أحكي، أحكي. وانت ما تتبدلش عليا، ياك تبقى صديقي. واش درت؟ يلا محمد احكي. وقتاش تفطن يا ايهاب؟ وقتاش؟ وقتاش تعرف الصح؟ تعرف الناس اللي تحب مصلحتك؟